ثامنة مساء من اون لايف، اهلا بكم. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية برفقة وزير الدفاع الفريق محمد زكي. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس التقى عقب أدائه صلاة الجمعة عددا من ضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية. أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، جاء ذلك في إطار احتفال القوات المسلحة بالعيد 48 لقوات الدفاع الجوي. تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 من يونيو، احتفلت القوات المسلحة بالعيد 48 لقوات الدفاع الجوي. وأكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري. جاء ذلك خلال وقاع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة مرور 48 عاما على بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970، والذي يتواكب مع الاحتفال بالذكرى 5 لثورة 30 من يونيو المجيدة. ويشرفني وقوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين للعهد مضحين بكل غال ونفيس، نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها، لتظل مصر درعا لأمتها العربية. ووجه قائد قوات الدفاع الجوي التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية أمن مصر القومي، مؤكدين عهد الولاء لله والوطن بأن تظل قوات الدفاع الجوي درعا قويا يحمي سماء مصر ويؤمن حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. هنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق محمد زكي رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 من يونيو. كما أكد زكي في برقية التهنئة أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها، مشددا على أن القوات المسلحة سوف تظل على إيمانها المطلق بأن رجالها هم أبناء كل المصريين يتقدمون الصفوف حماية للوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه. هنأ مفتي الجمهورية شوقي علامة رئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة الذكرى 5 لثورة 30 من يونيو. وأكد المفتي في كلمة له أن ثورة 30 من يونيو جاءت استجابة لإرادة الشعب المصري الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعة التطرف والإرهاب. ودعا المفتي في كلمته جموع المصريين إلى المحافظة على روح الثورة ووحدة الصف لمواجهة جماعات الإرهاب والتخريب. نظمت الجالية المصرية بلبنان مسيرة حاشدة احتفالا بالذكرى 5 لثورة 30 من يونيو حاملين الأعلام المصرية ومرددين هتافات في حب مصر. هذا وتستعد محافظات مصر المختلفة ومؤسساتها للاحتفال غدا بذكرى ثورة يونيو وسط استعدادات وإجراءات من قبل أجهزة الدولة المختلفة. وصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته مع نظراء الأفارقة على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بموريتانيا. وخلال لقائه وزير الخارجية الأوغندي اقترح شكري إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لإعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين في المجالات كافة. كما أعرب شكري عن تطلع مصر للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. من جانبه ثمن الوزير الأوغندي العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا تطلع بلاده لتطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات.
أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون المشترك مع تنزانيا في المجالات كافة. وخلال لقائه نظيره التنزاني أوجستين مهيجا، أعرب شكري عن تطلع مصر لمشاركة الرئيس التنزاني في منتدى الاستثمار بأفريقيا والذي تستضيفه مصر في ديسمبر المقبل بشرم الشيخ. من جانبه أكد وزير الخارجية التنزاني أهمية قيام اللجنة المشتركة بين البلدين بوضع إطار فاعل لتنفيذ جميع أطروحات التعاون بين الجانبين. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تولي ليبيا مقاليد الأمور دون تدخل من أي طرف خارجي في شؤون ليبيا واختيارات شعبها في لقاء جمعه بوزير الخارجية الليبي. هذا وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية وجهود تحقيق التوافق الوطني بين جميع الأطراف الليبية ونتائج مؤتمر باريس. وشدد شكري على أن دور مصر يرتكز على رعاية الحوار المستمر بين الأشقاء في ليبيا من أجل تثبيت أركان الدولة الليبية وتعزيز مؤسساتها الوطنية للقيام بدورها. حذر الجيش الليبي من نية أطراف دولية الوجود عسكريا جنوبي البلاد تحت ذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية. واعتبر الجيش في بيان هذه المساعي انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واعتداء سافرا على ليبيا وسيادتها على أراضيها. وأكد الجيش الليبي أنه سيتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية البلاد وحدودها ومقدراتها الاقتصادية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس في قطاع غزة، كما أصيب 134 فلسطينيا على الأقل بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، بينهم 3 مسعفين، وذلك جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مسيرات العودة على الحدود شرق قطاع غزة. قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تستطيع حاليا تأكيد التقارير حول وقف إطلاق النار في جنوب سوريا. وأشار المسؤول في تصريحات أوردتها رويترز إلى أن الوضع في جنوب سوريا لا يزال قاتما مع استمرار القوات الروسية والسورية في قصف المنطقة بحسب ما جاء في البيان. قال مصدر رسمي أردني لرويترز إن هناك تقارير مؤكدة عن وقوف أو وقف إطلاق نار في جنوب سوريا يفضي إلى مصالحة شاملة بين الجيش والمعارضة. وكان وزير خارجية أردن أيمن الصفدي أكد أن بلاده تجري اتصالات مستمرة لوقف القتال في الجنوب السوري، مؤكدا أن الأولوية ستكون لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين الدعم والإسناد لهم. الاتصالات الأردنية الروسية مستمرة، لم تتوقف، هنالك اتصال مباشر. كما قلت، هدفنا هو التوصل إلى آلية يتم فيها وقف النار، التوصل لوقف لإطلاق النار، التوصل لآلية تحمي المدنيين، التوصل لآلية تضمن تقديم كل ما نستطيع من مساعدات إلى أشقائنا السوريين. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية نصر على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤوليته في التعامل مع هذه الأزمة الجديدة. الأردن يقف مع أشقائه، قدم وسيبقى يقدم كل ما يستطيع من عون وإسناد. تعلمون في الأردن حوالي 1,300,000 شقيق سوري، نشاركهم لقمة العيش، نشاركهم مدارسنا ومستشفياتنا. الآن في التعامل مع الوضع في الجنوب سنعمل مع الأمم المتحدة أيضا لضمان وصول كل المساعدات اللازمة لهم على أرضهم. نريد أن يعمل الجميع معا، يتحمل الجميع مسؤوليته، وأن لا نصل إلى مرحلة نجد أن الوضع يتفاقم. يواصل الجيش السوري تقدمه تجاه مدينة درعا لتحريرها من قبضة المعارضة، في وقت تتجه بلدات عدة في محافظة درعا إلى قبول المصالحة مع الجيش السوري في إطار تسويات سياسية تسعى إليها الأطراف كافة. بإرادة قوية وعزيمة لا تفتر، يواصل الجيش السوري تقدمه على كافة المحاور لبسط سيطرته على المناطق المتبقية تحت أيدي المعارضة، حيث سيطر الجيش السوري على تل زميطة المطل على الطريق الواصل بين شرق وغرب محافظة درعا، وبذلك لن يكون بمقدور قوات المعارضة استخدام هذا الطريق للوصول إلى جنوبي المدينة في منطقة تضيق فيها الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة إلى مجرد شريط رفيع على الحدود مع الأردن. وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلامية أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة الإحراق في ريف درعا الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسلح المعارضة.
تداعيات إنسانية خطيرة حذر منها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، مؤكدا أن مقاتلي تنظيم داعش الذين يحاولون السيطرة على منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة. ودبلوماسيا، أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيجريان مناقشات مفصلة بشأن سوريا عند اجتماعهما في يوليو المقبل. جهود دبلوماسية إقليمية ودولية تتزامن مع جهود عسكرية لقوات الجيش السوري لتحرير كافة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولهزيمة باتت وشيكة لتنظيم داعش الإرهابي، ليرفع العلم السوري على الأراضي السورية كافة ويسقط ما دونه من أعلام. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن جولة جديدة من اجتماعات أستانا ستعقد في سوتشي في 30 و 31 من شهر يوليو المقبل. وذكرت الوزارة أن روسيا سترسل دعوات إلى الدول الضامنة الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران وجميع الأطراف السورية، إضافة إلى عدد من المراقبين الدوليين. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من أن يؤدي القتال المتصاعد في منطقة درعا السورية إلى حصار الكثير من المدنيين. وقال بن رعد إن لديه تقارير عن أن مسلح تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك بالمنطقة يمنعون المدنيين من المغادرة. يأتي هذا في وقت أفادت مصادر سورية بفرار أكثر من 120 ألف شخص من ديارهم منذ بدء المعارك في درعا نحو الحدود الأردنية والإسرائيلية. توقع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عودة طرفي نزاع إلى طاولة المفاوضات خلال أسابيع على الأكثر للمرة الأولى منذ نحو عامين، وأن يعرض على مجلس الأمن قريبا خطته بشأن كيفية استئناف المحادثات. بعد عامين من توقفها، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عودة طرفي الأزمة إلى طاولة المفاوضات للمرة الأولى في غضون أسابيع على الأكثر. تصريحات جريفيث التي تبعث الأمل في الوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الدامية جاءت بعد جولة للمبعوث الأممي شملت طرفي نزاع في صنعاء وعدن، الذي أكد أنهما أبدأ استعدادا للجلوس على الطاولة واستئناف المفاوضات. وتأتي أصوات الحل السياسي في الأزمة اليمنية على وقع التقدم العسكري الكبير للجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي على الأرض، خاصة محافظة الحديدة الواقعة في الساحل الغربي لليمن التي باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة التامة عليها. وفي دليل على قدرة الشرعية على السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي، عرض الحوثيون على المبعوث الأممي وقف القتال مقابل منح الأمم المتحدة دورا رئيسيا في إدارة الميناء، الذي يتهم التحالف العربي الحوثيين باتخاذه منفذا لإدخال المساعدات العسكرية الإيرانية التي تؤجج القتال المستعر في البلاد منذ سنوات. على الجهة الأخرى، أعلن التحالف العربي أنه منح 4 تصاريح لسفن متجهة إلى ميناء الحديدة خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي توجد في الميناء 6 سفن تقوم بتفريغ حمولتها، ولا تزال 7 سفن أخرى تنتظر الدخول إلى الميناء لتفريغ حمولتها، محملا الميليشيا مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى الميناء وتعمد مفاقمة الأزمة الإنسانية في المدينة. التطورات المتلاحقة في ملف الأزمة اليمنية تلقي بظلال ثقيلة على كاهل المبعوث الأممي، ما يجعل مهمة الوصول لاتفاق سياسي مهمة عسيرة لكنها حيوية لإنهاء الأزمة الممتدة لأعوام. بدينا نشراتنا مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد. قال السفير الإماراتي لدى هولندا سعيد أنويس إن قطر أنفقت الكثير من الأموال على الجماعات الإرهابية عام 2017. وأضاف السفير الإماراتي خلال جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إن الدوحة فشلت في الوفاء بالمعايير والالتزامات الدولية. في عام 2017 دفعت قطر $1 مليار لصالح الجماعات والمنظمات الإرهابية، وهذه الأموال هي السبب الرئيسي وراء قيام دولة الإمارات والعديد من الدول العربية بقطع علاقتها معها، وقطر فشلت مرارا في أن تظهر عكس ما تم اتهامها به. نحن كدولة الإمارات لم نطلب من قطر أن تتخلى عن سيادتها كدولة مستقلة، ولكن ما طلبناه منها أن تعمل كدولة مسؤولة ضمن قواعد القانون الدولي.
وأكد سفير الإماراتي أن بلاده لم تمارس أي انتهاكات بحق الشعب القطري، لافتا إلى أن الخطوات التي اتخذتها بلاده تتماشى مع القانون الدولي. قدمنا أدلة من جانبنا تؤكد بأننا لم نمارس أي انتهاكات بحق الشعب القطري، ولم نمنع أي من المواطنين من الدخول إلى دولة الإمارات والتمتع بحقوقهم. بصفة أساسية، فإن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات ضد قطر هي نتيجة لممارساتها ورغبة منها في حماية حدودها ومصالحها. استكمل مع حضراتكم هذه النشرة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الإرهاب والتطرف العنيف يقوضان السلم والأمن الدوليين، مشددا خلال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب والذي يعد الأول من نوعه على ضرورة مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت. الخطوط الأمامية لمكافحة الإرهاب ليست موجودة على الأرض فقط، بل أصبحت بشكل متزايد على شبكة الإنترنت، إذ يستغل الإرهابيون وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة والشبكة الإلكترونية المظلمة لنشر الدعاية وتجنيد الأعضاء وتنسيق الهجمات. هذا هو تقييم الأمانة العامة للأمم المتحدة للتحدي المعقد للإرهاب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليهدد كل دول العالم. إلى ذلك، طلبت مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، وأكدت استعدادها لمواصلة وتعزيز التعاون مع جميع المنظمات ذات الصلة. هذا وأكد السفير محمد إدريس ضرورة محاسبة جميع الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، ودعم الدول التي تواجه هذا الخطر، وتفعيل آليات مكافحة استخدام شبكات الإنترنت لتجنيد العناصر الإرهابية، وتفعيل الآليات أو آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي. في مالي قتل 6 جنود في هجوم على مجمع يضم مقر قوة مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي أن عددا غير معلوم من المسلحين استخدموا صواريخ وسيارة ملغومة لمهاجمة المجمع، وخاض بعضهم معركة بالأسلحة النارية مع قوات من الجيش المالي. اختتم قادة دول الاتحاد الأوروبي فعاليات قمتهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتي طغت عليها أزمة الهجرة. هذا وتوصل القادة إلى اتفاق بشأن الأزمة بعد محادثات شاقة استمرت طوال ليل الخميس إلى اليوم، من أهم نقاطه إمكانية إنشاء منصات أو منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد بموافقة المفوضية العليا للاجئين، فضلا عن الاتفاق كذلك على إقامة مراكز خاضعة للمراقبة في دول أوروبية على أساس اختياري يوضع فيها المهاجرون بعد وصولهم. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في بروكسل بشأن قضية الهجرة بالتحرك المهم، وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في ختام القمة أن الاتفاق سيسمح بمواصلة التعاون لمواجهة القضية. نحن راضون كل الرضا عن الاتفاق الذي توصلنا إليه بشأن قضية الهجرة. استطعنا العودة إلى الوقائع والعناصر الرئيسية المتعلقة بالمسؤولية والتضامن الأوروبي لصياغة هذا الاتفاق. الاتفاق برأيي تحركا مهما، وهو لن يحل في حد ذاته مشكلة الهجرة والمتعلقة بأسباب سياسية، لكنه سيسمح بمواصلة التعاون مع الأزمة التي نواجهها.
بالنسبة لمنصات الإنزال، هي منصات اقترحتها مفوضية اللاجئين، ولا يمكن أن ينفذ إلا باتفاق البلدان المعنية، لأن بعض البلدان لديها مخاوف من أن يأتي إليها المهاجرون من كل حدب وصوب، وهذه المخاوف مشروعة. يشهد رئيس الوزراء غدا توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكان مدبولي قد عقد اجتماعا حضره وزير البترول طارق الملا ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش لمتابعة الخطوات النهائية قبل توقيع العقود. وتقدر استثمارات المشروع بعشرة مليارات وتسعمائة مليون دولار، يوفر 48,000 فرصة عمل، ويقام على 5 ملايين متر مربع. اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي الإجراءات القصوى استعدادا لبدء صرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المقررة. ووفقا لوزيرة التضامن غدا والي، فإن المعاشات ستشمل زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه وبحد أقصى 625 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيه. ووفقا لقانون 99 لسنة 2018، قام قطاع الحاسب الآلي في كل من صناديق التأمين الاجتماعي بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات. أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن القوانين التي صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية جاءت في إطار النهوض بالدولة ومواجهة التحديات المختلفة. وخلال لقائه رئيس البوندستاج الألماني فولفغانج شوبلي، دعا عبد العال إلى مزيد من التعاون بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات، خاصة مكافحة الإرهاب. من جانبه أكد رئيس البوندستاج الألماني على أن مصر شريك مهم واستراتيجي لبلاده، مثمنا جهود مصر في محاربة الإرهاب. فدينا انتهت نشرتنا، بقي فقط أن نذكركم بأبرز العناوين. السيسي يلتقي ضباط وضباط صف وجنود المنطقة الشمالية العسكرية برفقة وزير الدفاع. الجيش الليبي يحذر من أي وجود عسكري أجنبي في الجنوب بذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعي. ومصادر أردنية تؤكد التوصل إلى اتفاق هدنة في جنوب سوريا يمهد لمصالحة شاملة بين الجيش والمعارضة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.